ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السور، هنتكلم النهارده على ايه؟ سر البدايات المتواجده بالنسبه لك خلال شهر سبتمبر لعام 2022. فعليا هو شهر انتم محظوظين فيه كتير جدا جدا، وهو بالفعل شهر بدايات ايجابيه ليكم كتير، لان هيكون عندنا تاثير الشمس طبعا متواجده برج العذراء. ده بالنسبه لك المنزل الخامس اللي هو اصلا منزل البدايات ومنزل المواليد. هيكون عندنا حظوظ عديده جدا 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 متواجده خلال هذا الشهر. كمان كوكب الزهرة هيكون متواجد بالنسبة لك من يوم 5 بتأثيراته الإيجابية في برج العذراء، وده هيأثر كتير برضو لأنه منزل البدايات. طيب خلينا نتكلم بشكل نقاط أكتر، إيه شكل البدايات المتواجدة عندك؟ مبدئيا انت عندك الحظ هيلعب معاك دور هايل جدا، هيبقى في بعض الفرص اللي بتغير وجهة نظرك تجاه امور عديده خلال هذا الشهر، فبالتالي هيكون في فرص في بعض المواقف، بعض التصرفات اللي بيقوم بيها الاخرين، او بعض المواقف اللي بتقابلها عامه، اللي هتخليك ان انت تعتقد اعتقادات معينه او تغير بعض القرارات، او انك تقرر قرار معين. كل ده هيكون متعلق ببدء خطوه جديده، كأنك بتفتح صفحة جديدة مع نفسك، أو صفحة جديدة مع الأمر اللي هو بيظهر فيه فرصة جديدة لك. فإذا هيكون عندك في خطوات جديدة بتتخذها نتيجة فرص بتظهر ليك، أو بعض المواقف الجديدة اللي بتظهر ليك. عندك حاجات كده بتظهر، مواقف بتظهر، حاجات، عارف فكرة زي العروض، عروض مهنية بتبدأ بتيجي قدامك كده مرة واحدة. فعندك ده جدا. النقطة الثانية ان هيكون عندك البدء في خطوات مهنية متعلقة بتصليح اخطاء مهنية، كأنك بتقف مع نفسك واقفة في الشأن المهني وتقول لا، انا لازم ان انا اخد الخطوة دي، لازم ان انا اصلح، لازم ان انا اعوض الخسارة دي، لا لازم ان انا اكسب، لازم ان انا احقق، لازم ان انا ابقى افضل. فانت بتدور كتير على تصليح اخطاء مهنية، وبتدور كتير على اكتساب الوقت في الشأن المهني، بتدور كتير على استقواء في الشأن المهني، بتدور كتير على ادارة مشروع او العمل ناجح. فبالنسبة لك بالفعل بتدور كتير على ان انت تحقق اسم في النطاق المهني، وده بالنسبة لك بدء، لان عندك كمان بداية مشروع، عروض مهنية بتفكر فيها الخ. النقطة الثانية، لو احنا هنتكلم مثلا على وضع دراسي، انت هيكون عندك كتير من الاهتمام بالشأن الدراسي، بدء صفحة جديدة في امر دراسي، ممكن تكون سنة جديدة، ممكن يكون ان انت بتاخد كورسات، او ان انت بتحاول تنمي نفسك في امر ما دراسي زي تكميل دراسة الخ، ماجستير، دكتوراه الخ يعني. ففي منكم كتير بيحاول ان هو يكتسب ثقافة، بيكتسب معلومة، بيكتسب لغة، بيكتسب قوة ذاتية في ان هو يتعلم شيء جديد او شيء اضافي. تمام، ده بالنسبة لبرج السور في هذا الامر. برج السور النقطة اللي بعد كده ان هيكون عندك العديد من الامور المتعلقة بطاقة البدء، يعني عندك طاقة ليها علاقة ببدايات، اللي هو عارف فكرة اللي هو انا عايز اعمل، وعايز اعمل، وعايز اجدد، وعايز اطور، وعايز احقق، وعايز وعايز وعايز. فعندك طاقة حلوة ليها علاقة بالتجديد، ليها علاقة بان انا اتخذ خطوات، ليها علاقة ببداية، اني ابدأ حياتي من جديد، ابدأ حياتي بشكل مختلف. فده اللي انت بتدور عليه جدا يا برج الثور. فاذا عندك طاقة حلوة، عندك هدف ليه علاقة بسعي لبدايات، وسعي ليه طاقة جديدة. من ضمن البدايات المتواجدة فعليا ان انت يكون عندك اصلا طاقة التغيير المتعلقة بالاهتمام بالنفس مثلا، يعني بتغير كتير من شكل، من الستايل، من اللبس، من الالوان، من اللياقة الجسدية، من احنا بنغير حاجة في شكلنا، بنغير لون شعر، في حاجة جديدة بتبدأ بيها. التغيير ده هيسبب لك بداية نفسية، بداية ليها علاقة باني اتألق نفسيا، باني اتجدد اكثر، فيكون عندك ده جدا. زائد ان كتير منكم بيغير حاجه ليها علاقه بستايل المنزل الخاص فيه، يعني بتغير ديكور بيتك، بتغير تعامل حاجه ليها علاقه بالشأن المنزلي الخاص فيك. فعندك ده جدا، يعني دي نقطه كتير موجوده اللي هي فكره التغيير والتجديد، وده بينشأ عندك طاقه بدايه بصوره اقوى واكثر. النقطه اللي بعد كده، برج السور لما نيجي نتكلم على الوضع العاطفي، هيبقى منكم عديد من اصحاب برج السور اقدر اقول ان نسبه تعدي او تكسر ال 85%، يعني تعدي ال 85% اللي هيكون في خطوبه، في زواج، في بدايه عاطفيه، في مشاعر بتنشا، في مواليد بالنسبه لنا، في نسبه رجوع، وكل ده يعني بالنسبه لنا بدايه عاطفيه، بس ده من يوم 5 في الشهر.
هيكون عندنا بداية عاطفية متعلقة زي ما قلت لكم، خطوبة، زواج، مواليد. بس الأكثر من ده كله إن برج السور هيكون عنده خبر ما يخص مواليد، أو ممكن تكون فرحة تخص أولادهم يعني. فالفرحة اللي بتخص الأولاد هي برضو تعتبر من البدايات، أو حاجة ليها علاقة ببداية أمر ما عند أحد أولادنا، وده هيبقى شيء بيسعدنا جدا، أو حاجة هتبقى لطيفة كتير بالنسبة لنا، حاجة هتبقى بتبهرك أو حاجة بتبقى مبسوط بيها. فدي نقطة كتير هتبقى متواجدة لأصحاب برج الثور. فإذا في بدايات عاطفية، في بدايات متعلقة بمواليد، في بدايات متعلقة بأولادنا. هل هذا الأمر فقط؟ لا، كمان في عندنا حاجة ليها علاقة بأحد الأخوات، ممكن تكون خطوبة، زواج، مواليد لأحد أخواتنا، تصالح مع الأب والأم، استشفاء للأب والأم، خطوة جديدة ليها علاقة مثلا إن أنت شخص مغترب أو بعيد، أو الأهل مغتربين عنكم، هيبقى في ترابط أو في لقاء متواجد، وده هيكون بيحدث في هذا اللقاء بدء شيء جديد ليكم. زواج، خطوبة لأحد الأخوات، ودي هتبقى حاجة مفرحة كتير برضو ليكم، وبداية تخصهم، وده هيبقى برضو شيء بيجي عائد عليكم بصورة كتير قوية. طيب برج الثور من اكتر هو بص اعذروني يمكن باين عليا التعب شويه لان نفسي خلاص، اللي هو عارفين اللي هو يعني النفس بتكلم كده، فاللي هو ايه، ادعوا لي الفتره دي بالنسبه لي تعدي على خير، عشان انا نفسي الفتره دي تعدي على خير قوي. المهم برج الثور، فانت عندك كمان الخطوه اللي بعد كده اللي هي بدء صفحه جديده مع اشخاص انت على خلاف معاهم، في نهايه خلافات يعني، في ان انتم مهتمين كتير بالعلاقات، ومهتمين كتير ان انتم تبعدوا عن المشاكل والجدل والانتقاديه والخ. فيكون عندك ان انت بتبتدي صفحه جديده مع بعض الاشخاص، زي ما قلت لكم كده في رجوع عاطفي، لكن كمان لو في خلافات عائليه فيكون عندنا كتير من الاهتمام بنهايه خلاف عائلي، بدء صفحه جديده مع الشان العائلي. ممكن يكون اكتر شيء متواجد هو الخلافات العائليه عاطفيه، لان هتبقى كتير بتحاول ان انت تصلح ده، وبتشتغل على ده جدا، فعايز تبدا صفحه جديده في ان يبقى ما فيش خلافات عائليه عاطفيه. واذا وجد خلافات بكثره فانت هتلاقي نفسك انك بتفصل ده عن ده عشان تتجنب اي مشكله. فاذا في نهايه مشاكل، نهايه مشاكل كمان محيطه بيك، يعني ممكن يكون انت مالكش دخل بيها بس متاثر بيها، فهيكون عندك المشكله دي بتنتهي او بتخلص، وبالتالي انت نفسيا بيبقى فيه راحه، فيه هدوء. ده من اكتر الامور المتعلقه بالبدايات. فعليا عندنا بدايات عاطفيه كتير، بدايات تصليح اخطاء، بدايات خطوات مهنيه، بدايات ليها علاقه بانتقاله مختلفه، بدايه ليها علاقه باهتمام بالنفس بشكل كتير قوي جدا، وتغيير واضح هيبقى ملموس ليكم جدا. فاذا برج الثور هو اصلا عنده، هو شخص جديد خلال هذا الشهر، الشخص ده بيتجدد خلال الشهر ده، حتى فكريا يعني الناحيه الفكريه فيها تجديد خلال هذا الشهر. طيب بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بحبكم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.